السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاب. اليوم الحصة تاعنا وين بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري وين يفصل بين بليلي والناس والشيلي. قبل لا نبدا رسالة صغيرة برك نديرها ونتكلم بالحقي نهدر. شاهدنا المباراة تاع أمس يعني الكوت ديفوار مع غينيا بيساو، يعني بدون مقدمة. هذه هي راك كبير، ما تعطيش كونفيونس، ما تخليش منتخب اللي يدخل خايف منك تدخل وتخليه يدير كونفيونس في روحه. كيما صارت لنا بزاف مباريات، خلينا منتخبات ضعيفة اللي كنا نشوفوا فيها باللي نربحوها يعني بسهولة. تعشيت ولي تحل فيها بومك كيما يقولك، تسلك فيها بومك. عارف كوت ديفوار دخل منا البدا شبك منا يا تربح، نقعد نحوس عليك انايا طاق طاق، نقعد نلعب ونصنع في الهجمات ونمتع في اللعب، وكنت خاطر راني رابحك ونقعد نمتع لك طاق طاق ونحوس عليك، تجي الفرصة نعطيك. هذه هي يعني في البداية ما كانش مقارعة تحت نعطيك أول أوكازيو عند كوتيو الدقيقة الثالثة، أول لقطة أول هدف. أنا الهدرة قليلة، أنا نربحك، أنا كبير، أنا مرشح، أنت ما راكش مرشح، أنت جاي باي تلعب وصايب باي تبرد مشاركة، برد وروح. ما نخليكش انا عايزها تتبع فيا انا، والو نكمل معاك من الاولى، بسم الله نصلح بيك راس اي خاطش. من بعد البارتيه تصعب، شاهدنا كيفاش البارتيه من بعد البارتيه ولات تسقم. بدايه بدات قويه، يعني ضغط كبير مكاش. هذه هي نعاودو نولو نتكلمو على جيما بالماضي وين يفصل بين بليلي والناس والشيبي. جيما بالماضي ما نقول لك كلمه، دير حاجه اللي راهي في راسك، هذيك اللي في راسك ديرها. خاطش الا بغيت تتفلسف وتشوف الجماهير غادي يقولوا غادي منا تولي طيح، دير الحاجه اللي راهي في راسك. جيما بالماضي هذيك اللي في راسك ديرها. اذا بغيت دير شيبي دير شيبي، على بالي شيبي ما غاديش ديرها في ديك الجهه. بغيت دير والناس دير والناس، بغيت دير بلايلي دير بلايلي. الحاجه اللي في راسك ديرها، ما تحوش ترضي بيت ترضي انت يا انت تشوف بالك الشعب هذاك بالك انت تشوف بيتون شويه انت بيتون بالك منا انت لا ما ترضي حتى واحد. دير الحاجه اللي ترضيك انت، اللي تشوف اللي غادي تمشي لك انت، الحاجه اللي تمشي لك انت ديرها. خاطر انت راك مدرب، انت اللي تحكم في المجموعه، كاش اللي داخل معك انت وستاف تكنيك. يعني اذا تتشاور مع ستاف تكنيك هذه حاجه تخصكم انتم، انا ما تشاور معاه الله يسهل عليك، بصح الحاجه اللي تخصك ديرها. انا نقولها لك بالتالي كاع، خاطر الا بغيت تشوف بلي انت بالك غادي الاعلام يطيح ليا ندير منا ولا ندير ذاك ولا، انا نقول لك شنو ندير، نقولها لك منظرك والله العظيم. دير الحاجه اللي في راسك لك تشوف فيها باللي تساعدك وانت اللي غادي تتحمل المسؤوليه وانت اللي انا ما سمعت الواحد، انا واحد من الناس ما سمعت الواحد. ندير الحاجه اللي انا نشوف فيها لادفيرسير كيفاش يلعب، ندخل لعابه اللي يساعدوني في الخطه اللي غادي نلعب بها يعني ضد لادفيرسير. هذه متهريكه، هذه من التاريخ. خاطر انا منتخب وطني خاطر قادر نقول لك صح لي غارديا مانيش عارف، صح كاين عطال، كاين ماندي بالسبعيني، وكاين ايتنوري، يجي كيسموه الاخر بن طالب الافضل اللي يلعب مع بن ناصر. دير الشايبي ودير بن ناصر، دير محرز، دير بو نجاح، ودير اجمل الناس. خاطش علاه الدفاع تاع انغولا يساعدك. هذه هذا الثلاثي
في الجبهه الاماميه يساعدوك. بونجاح يلعب بكراعو، يلعب بكراعو مليح، محرز يلعب بكراعو مليح، وبني وادم الناس فانيك يلعب بكراعو مليح. انا هذه اللي نشوفها، شايبي فانيك، شايبي لازم يكون مع بن ناصر. بالطالب راه يديرها. هذه اللي نشوفها، وحاجه واحده اخرى ما نعرفش، انا تبقى عند المدرب يعني ما نقولش باللي لا لازم يديرها ولا الله يسهل عليه. بصح الحاجه اللي في راسك ديرها، ما يدير بلايلي يدير بلايلي، خاطر انت راك تشوف غادي تبني الخطه تاعك، غادي تبني الخطه تاعك على اللعابه اللي راهم عندك، وتبنيها ضد لادفيرسير. هذه هي مباراه 90 دقيقه، شتي لا مباراه 90 دقيقه تاكتيك دو جو، مباراه 90 دقيقه الدعوه تطور انت مالش السبعينات والستينات وكل شيء عندك بولي غادي يضربها ليا ليك ليا ليك ليا ليك كاري تايد من جيت تعمل مصا يرقص يا لا صاحبي الدعوه تطورت لعب جماعي على بالي ماشي واحد سباق نور الدين مرسي غادي وحده يدمر راه لعب جماعي هذا لعب جماعي يكون مثابه باللاعبين خطه تكون محكمه وتكون عاطيهم فكره على لادفيرسير رايح دير ما يكونش كاين ما دير والو انا نقولك ويلا بقيت تخمم صوالح وخت اخرين بالك تجيب لك بشي غادي ما يبغيش كي ندير ندير ولا تجيب لك تشوف بالك دير ولا تشوف بالك راه في نهار وبالك يعطيني مدلي لا لا دير الحاجه اللي تساعدك مليح هذه نقولها لك وين يدسي المحاربين مغامرتهم القاريه بمواجهه المنتخب انكولا سهرت الاثنين على الساعة التاسعة بأرضية ميدان السلام في مدينة بواكي الإيفوارية والتي تقام فيها لقاءات المجموعة الرابعة والتي تضم إضافة إلى الجزائر أنغولا منتخب يعني ومنتخبين موريتانيا وبوركينا فاسو ويسعى المنتخب الخضر إلى استفادة من توهج القاري بعد أن غادر البطولة منذ دورة المجموعة خلال النسخة الماضية بالكاميرون قائمة يعني ال نشوفوا كيفاش المنتخب الوطني وكيفاش غادي ما نشوفوا وين قدم ثلاثي مستويات يعني وين نقولوا باللي وين ظل غياب مهاجم محمد امين عموره موقوف يعني من الاتحاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب تراكم الادارات تبدو المنافسة مفتوحة بين يوسف بليلي وادم الناس والشيب على المقعد الاساسي في الجهة اليسرى من الخط الهجوم بصح ميرنا مدخلين ادم الناس منا ومليها شكون محرز شكون السوتية تاعه مازال وقدم الثلاثي مستويات قوية خلال المباريات الودية والتي خاضها الخط في فترة تحضيرية الأمر الذي سيصعب من مهمة ما يصعب لك ما هو له يعني لا مهمة المدرب يعني كثيرا من أجل اختيار اللاعب الذي ستوكل له المهمة اللعب من جهة اليسرى من الهجوم لأن الناخب الوطني يفكر في الدفاع بكامل قوته الهجومية انطلاق من المباراة الأولى لمحاربي في كأس أمم إفريقيا المقرر يعني صحيح بداية والجديد بذلك أن المنتخب الوطني سبق لعب في ميدان السلام بواكي خلال نهايات يعني كان 1984 والتي أقيمت حينها بكوت ديفوار منها 3 لقاءات في الدور الأول واللقاء في النصف النهائي ذات طبعة حيث انهزم فيها الخط أمام كاميرون بضربات ترجيحية في النصف النهائي يعني الهدف الجميل يبقى هدف يعني جميل تاع الصاد تاع اللي يطلع فوق الجوال ويضربها بالدماغ يعني طلع اللي طلعها كريستيانو كان مازال بالك مازالش كريستيانو كان بالك مازال مازالش طلع اللي طلعها وضربها براسها هذه هي المهم احنا كيما يقول لك المنتخب الوطني وين شغادي نقول المدرب هو اللي صاحب المسؤول يعني صاحب الكلمه الاولى والاخيره اخاك كي راني نهضر كي انت منتخب وطني جزائري صحيح كلشي يحبس كلشي من نهار منتخب حاجه واحده اخرى ما تهمنيش اللي باغي ينبح مورانا قولوا لنا انتوما بصقوا منا ولا منا ينبح معليش راك مسموح نبح كي بغيت قالت عليها نعرفكم بلي ما تعضوش غير تنبحوا برك
عادية حلالي ولا الدان ولا المهم منتخب وطني الجزائري. حنا كي نقولو منتخب. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.